مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الأخير الثالث من هذه الحصة التاريخية التي نتناول فيها الولاية السادسة وأهم الأحداث التي حصلت فيها، ومن ذلك حادثة شعباني العقيد محمد شعباني رحمة الله عليه. ونستضيف في هذا العدد الثالث والأخير المجاهد موسى عيسان ولاية جيجل. سي موسى، توقفنا في الجزء الثاني عند ذهابكم إلى العاصمة وبقائكم هناك لما سلمتكم الدولة فيلتين سكنين وبقائكم لخمسة عشر يوم في العاصمة انتظار لاستلام العقيد شعباني منصب جديد في قيادة الأركان. نستطيع أن نكمل بعد 15 يوم، هل ذهبتم إلى بسكرة أم بقيتم في العاصمة؟ في الواقع احنا كي مشينا للجزائر وكان نوع نتاع اتفاق بين بن بلة وشعباني، ماشي في النزاع اللي كان موجود باش يفض شعباني قبل باش يكون مع يجي ليطا ماجور نتاع الجزائر ويتخلى على المنصب نتاعو بواحد الشروط هكذا متفاهمين مع بعضهم. سلمونا دو فيلا، وحده ليا وحده ليه، وخدعنا دينا 15 يوم تاع راحه. زي ما طلعنا البسكرة على 15 يوم لازمنا نرجعوا في هذيك الوقت هذاك تاع 15 يوم. نوع الماء بومدين رفض هذاك الاتفاق هذاك يداروا بن بلة مع شعبان، ايه، وخرج لنا بخرجه واحده اخرى. شو هي الخرجه؟ كان ربع قرارات. الاول شعباني كان ضد اتفاق مع وزير الدفاع الفرنساوي باش يجيبوا الجزائريين اللي كانوا في الجيش الفرنساوي في هذيك اللحظه هذيك سنياه. اون الثانيه دار توزيع جيوغرافي جديد، الولايه السادسه اللي عاد كاتريم ريجون ميليتار نحلها بسكرة بوسعاده وجلفه. ليه؟ المناضلين تاعنا كانوا في بسكرة بوسعادة وجلفة، أكبر المناضلين في هذه الثلاث أماكن. نعم. إيه. الثالثة حول البي سي نتاع قيادة تاع قيادة نتاع الناحية الرابعة العسكرية من بسكرة إلى ورقلة. والرابعة عين عمار ملاح، كوموندو عمار ملاح الله يذكره على خير، فالقيادة نتاع الرابعة الناحية الرابعة. طيب، أول كلمة قلتها كان شعباني ضد أن بومدين يوقع اتفاق مع ضباط اللي في الجيش الفرنسي، لماذا هو ضد هذا التوقيع الاتفاقية؟ أليسوا جزائريين؟ لا، مو جزائريين، هادو ما كانوا يكافحوا ضد الجزائر. هادو كانوا سيدي زونغاجي مع الجيش الفرنساوي، وكان فرق الناس كتخلط، كان فرق بين لي ديزيرتور، لي زوفيسي ديزيرتور، والناس هادو. هادوك اللي ديزيرتاو أبسط حاجة جاوا يجاهدوا، وهادوك اللي تدار اتفاق معهم كانوا يجاهدوا ضد الجزائر. وحب وين يجيبهم باش زعما يطور. طيب، ممكن تقدم لنا أسماء لقيادات من هادو تكلم عليهم كان رفضهم شعباني اللي جابهم بومدين للجزائر؟ لا، احنا في هذاك الوقت هذاك كانوا ما جاوش، مازالوا باش يجيو، وجابهم جابهم بعد. بعد جاب. تعرف عندك اسمائهم؟ ما عنديش الاسماء، لكن الناس اللي في النهايه بالاتفاق اللي داروا كي خلصوا المهمه نتاع معسكريه دارهم في القطاع الاقتصادي على ما يتشرفوا على المؤسسات الاقتصاديه. هذه معروفه، الناس مرة عارفينها. نعم، قصدك على البترول، مؤسسات الاقتصاديه؟ ماشي البترول، لا، مؤسسات دي ديريكتور جينيرو هكذا بارتور. إيه. احنا هذاك الربعه نكت رفضهم شعباني ورجعنا ل الحاله الاولى اللي كانت الاولى. لكن الحاجه الجديده هو بومدين كان مهيئ الجيش، ما رفض شعباني، باسكو بعثوا لنا في هذوك ال 15 يوم هذوك بعثوا الكوموندو ملاح مع الكوموندو بن سالم تاع لا ديفونس ناسيونال ومعها ان دوزيام اوفيسي جاو باش ينصبوا الكوموندو ملاح. نعم. كي جاو باش ينصبوه
استقبلهم وانا كنت معه سي محمد قنطار الله يرحمه كان نائب نتاع شعباني، استقبلناهم دخلناهم للصالون. شعباني في ذيك الفترة كان ما كانش في بسكرة، كان في بسكرة في كازرنة واحد اخرى. نعم. ما كانش في البيسي. وسمع باللي هم جايين نسمعوا البوست. دوك نقول لك استقبلناهم دخلناهم ضيفناهم كذا منا من له، هز الكلمة سي محمد قنطار الله يرحمه قال له يا عمار يا خويا حبيناك ونحبوك بالدوم، لكن المنصب اللي جيت ليها مشغول مولاه ما يسيبوش. تحدث على العقيد شعباني. ها؟ قنطار يتحدث على العقيد شعباني. نعم. 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 هزيت روحي أنا رحت عند شعباني. جبته. حنا داخل الباركينج نتاع البيسي والجماعة هذو كانوا ها خارجين من البيسي، تلاقينا في الباركينج. هبط شعباني قدموا لبعضهم تحاولوا سيرة ولا ما بقى على خير بسلامة. ما تكلموا حتى حاجة. تاشي لا بس غاية بسلامة. ربما كانت الربعة نتاع العشية. أنا النهار هذاك كنت أوفيسي دو غارد في البيسي. عندنا في الستوندار أن أجون ولن نكونتروليو كاع لي كومينيكاسيون نتاع، كانت عندنا اون ديليغاسيون نتاع لا ديفونس بالقيادة نتاع الكوموندو بوت الله يرحمه. فهمت؟ نعم. جاو زعما باش يطوروا الجيش، كان جيش التحرير رجعوه ارمي ناسيونال بوبيلار كلاسيك. هادوك هو والضباط اللي معاه كاع نعسوا لهم على لي كومينيكاسيون سجلوهم. هذاك الستونداريست هذاك او ميم طون يسمع الراديو. على 12 دليل في النهار هذاك على 12 دليل سمع النشره وجا ليا. قال لي يا فلان بن بلا وسراح يقول لي باللي شعباني راه تمرد. نعم. ويخاطب الضباط والجنود باش ما يتبعوش. وشعباني راقد. يعني بومدين اصدر تصريح وامر. ماشي بومدين. بن بلا تصريح وامر وقال ما لازم ما يتبعوش. امي الشيء اللي قال لي باللي او تمرد. نعم. صح بشعباني واش كاين يدير في الفترة هذيك في كان نايم كان راقد راقد صح سيدي حنا هكذا واحد الشعبي طلب يشوف المسؤول لا جابوه لي قدم روحه قال لي انا راني مبسكرة وانا كنت جاي من باتنا راه كان كونفوي تاع الجيش وجاي وما يخليوناش ندوبليوه قوم وليد الناحية عارف كيفاش يهرب من العسكر. ايوا انا عادت القضيه مخطره. مشيت شعباني عنده لوردونونسي نتاعو السيد اللي يتكلف به سي ابراهيم ستر الله يرحمه نتحيه ونتحي الاهل نتاعو. قال سي ابراهيم نوض لي كولونيل. نوضوا جا المكتب. قال يا سي محمد واش كان واش كان واش كان واش كان. هنا هو ما على بالو بالو انا اللي علمته واحد. اثنين الأوامر عطاهم ليا أنا ماشي لواحد آخر. قال لي نوض الوحدات ليطا ديورجونس إين سول إنستركسيون أمر واحد بس. قال لي ديروا دي باراج باش ما يقدروش يدخلوا الحدود ديالنا. طيب ممكن نشرحوا نقطة. شعباني اتهم بأنه رفض الامتثال للأوامر العسكرية. ولما بومدين أصدر باللي يحكم الناحية أو الولاية يحكمها عمار ملاح شعباني رفض. إذن هنا رفض أمر عسكري ماشي قضية رفض. كاين فرق بين تمرد وإلا كونتيستي. كونتيستي هذا هو يعني هذاك الأمر هذاك لازم يتدرس. وكاين حوايج لو غارون لا ريفولوسيون لي زاكي لا ريفولوسيون شكون اللي راهو يضرب عليهم شكون اللي جاب الاستقلال الناس اللي ماتت الناس اللي جاهدت كيفاش هاد الناس اللي جاهدت يقبلوا بحاجه ضد الجزائر كيفاش تجيب لي انت ناس كانوا يضربوا فينا قالوا بالحرف الواحد نعم قالوا لي بليسور اللي داروا لنا مازالوا حيين
كيفاش نقبل الامر هذا وكيفاش نقابلوا روحنا مع الناس اللي ماتوا اللي قتلوهم. ولهذا مش قضيه السلوم العسكري، هذا سي ان بروبليم دو فون وخارج على الطريق. وبي كاين 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 فرق بين انسان رفض حاجه ولا تمرض. شعباني مهش روحه وراح استعمل السلاح وضرب الدوله، لا، وعمره ما حط ما جات الفكر نتاعو باش يضرب الدوله. نعم كان دار الاحتياطات باش يهاجم بومدين لو كان يخدم الكود طلب بالله، بس جامي باش يضرب الدوله جامي. طيب اصدر امر واحد قال بومدين ما يدخلش الحدود الولايه السادسه، الجيش ما يدخلش، نعم قوات الجيش، نعم ليه. حنا كي درنا ليطا داليرت المسؤولين تاع بسكرة، الشيف سيكتور تاع بسكرة كلف يونيتي وحده مشات من بسكرة القنطرة باش زعما تحبسهم في القنطرة. مسؤول الوحده هذيك من الحدود كي لحق القنطره ما حبش مباشره البثله. ولهذا لا ديفونس نتاع الشرق نتاع بسكره ما كانش، ما كانش انسان يحب. كي خلصت انا هذاك لي طاد اليرت وكل شيء رحت النوم، نمت في الصالون بدات تما تاع تاع على 7 الصباح جا لي الشيخ محمد قال لي نوض جيب السلاح وشي. فديت انا السلاح ومشيت معاه. رحنا للبلديه نتاع بسكره، كان اجتماع شعبي ميتينغ بوبولار هكذا، بدا يخطب سي محمد يفهم في الوضعيه اللي بلي حنا ما خارجينش الطريق وحنا كذا وحنا كذا وحنا هذا امور نتاع نتاع الوطن نتاع كذا لازمنا كذا الى اخره. كان كانه يستعطف الشعب والله. يستفسر للشعب، يشرح لهم وضعية، يشرح لهم في الشعب. طيب هو يخطب والسيد الاحمر كان معي في المصلحه، جاه الخبر اللي بلي الجيش تاع بومدين الحق الباساج انيفو تاع بسكره. الباساج انيفو تاع بسكره هي الدخله الشرقيه تاع بسكره من جهه القنطره. طيب جاي من القنطره. كي قال لي المعلومه شي محمد يخطب وانا قلتها له، قلت له سي محمد الجيش هو الحق في القنطره. هو راه يخطب، هو يخطب اظن. كي هضرت انا كان الميكرو سمع الشعر نطح الهلوله، شديته من الدو رحنا ديته للبيسي. حنا في البيسي وسي عمر سخري الله يذكره على خير جا قال له سي محمد اجمل الشعب وعطلهم، عطلهم فهمت، شد الشعب يعني زعما يستعمل الشعب باش يعطل هذاك الجيش هذاك. ومشينا حنا رحنا لبوسعاده انت